يعني مش عارفة شو بدي أقول لك يا أبو سند، بس هذا اللي صار. لا 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 ولا يهمك، ما في مشكلة أبدا. أكلنا هوا. شو يا أولاد، ما بدكم تحكوا إشي للبابا؟ عادي بابا، إحنا مش زعلانين. بس ما بصير، هم وعدوك. صح حبيبي، هم وعدوني يعطوني البونص آخر هذا الشهر، بس صار عندهم ظروف مالية. يعني خلاص ما رح نسافر؟ البابا وعدنا أول ما يأخذ البونص رح يعوضنا، تمام؟ تمام. هلا 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 هلا. يي، مش هاي من فيلم الأنيميشن سليم؟ يا الله أبو إنصاف، مش شايفني؟ شو اللي قاعدين بتساووا هذا؟ الجمهور عاوز كده. بس أنتي تذكري تكبسي هاي الكبسة قبل ما تبدي. استنوا وشوفوا شو رح أعمل. شوفي شوفي هاي حلا، ابصر وين مسافرين. شوفي هالبوزات يا حبيبي، على أماني هاي أكيد بأوروبا، لابسة جاكيت. شو حلوة طالعة، شكله الكل مسافر مع دانا. إيه هاي زينة باتت على جروب الصف، شكلها مثلنا فاضية أشغال. شو صبايا، شكل العطلة معجوقة كتير، صوركم بتعقد، عم ببعتلكم من أعلى جبال الهيمالايا. شوفوا شوي مثلنا مش كتير. شو سالي ورنا، وين صوركم؟ ما شفنا إشي منكم. سالي شو رح نرد، شو نعمل؟ أنا بقولك شو، يسلموا إيديكي على هالغدا الزاكي، بدها غفوة هلا. يي شوف شوف ام إنصاف نزل فيديو. فوق النخل فوق فوق يابا، فوق النخل فوق. ايه ايه ايه، هذا صوته حلو. حلو كتير، بطلع منك يا ام إنصاف. صورتي؟ زابطة كتير. اشوف اشوف، ممتاز. هلا بدي ننزل تحت في شجرة كتير حلوة، ناخذ بوزات عليها، ورح أجيب الطواقي ونظارات الشمس. بليز غني لنا شوي ام إنصاف، يعني ليش هيك بخلانة علينا؟ وبعدين انت كيف بتخبي علينا انه صوتك حلو هالقد؟ كل شي بوقته حلو. طب يلا يلا سمعينا اشي. بصراحة صوتي شوي تعبان هلأ، وهو كتير حساس ولازم أحافظ عليه لجمهوري. جي شوف هدول البنات، هي ما أحلاهم كيف بيسلوا حالهم. نجحت الخطة، لايكات وكومنتات. بصراحة ما في حدا أحسن من حدا، ولسه رح تشوفي. يي هاي ام إنصاف، شوفي الفيديو تبعها قدي عليه شيرز، عم بيروح فايرل. حرام نار الهوى يا ناس تكويني، عطشان ومر الدوام. شو هذا؟ يا حبيبي هاي انفضحت ماما. انتوا الحق عليكم، انا اتبهدلت بسببكم. انتي بس نسيتي تكبسي كبسة الفلتر. احنا قلنا لك لازم تكبسيها قبل ما تبدي. بدكم ترجعوا لي مصاريي، عم تفهموا؟ اطلعوا برا، ما بدي اشوفكم. هاي ماما. باي ماما. اكيد شفتوا الفيديو، ما كل العالم شافته. معلش حبيبتي ما صار اشي، بس انا مش فاهمه انتي ليش هيك عملتي؟ يعني كل الصبايا صوتهم حلو عم بينزلوا فيديوهات. ليش بتقارني حالك بغيرك؟ انتي كمان عندك اشياء غيرك ما عنده اياها. مزبوط، واذا بنضل نقارن حالنا باللي بنشوفه هذا بيخلي عنا شعور بالغيره، وهاي الغيره بتخلينا نعمل اشياء مش صح. اسمعوا ما توعزوا علي، شوفوا بناتكم شو عاملين. شو عاملين؟ هلا عرفت شو بتعملوا. ما هو ماما، حبيباتي أنا بعرف إنه طبيعي الواحد يقارن حاله بغيره، بس لما تخليكم هاي المقارنة تحسوا إنكم أقل من اللي حواليكم وتضيعوا وقتكم وما تقدروا الإشي اللي عندكم، إذن في إشي غلط. ما أحلى المنظر، هاي لازمها صورة. تعرفي رنا، إحنا كنا مركزين على الأشياء اللي ما عنا إياها،
ونسينا نستمتع بكل الأشياء الحلوة الموجودة عنا. معك حق، يلا افتحي السندويشات رح أموت من الجوع. شكل السندويشات بيشهي. ما كنت أعرف قديش إحنا شاطرين بالطبيخ. مش هيك يا أم إنصاف، مش هيك. آه يا الله كتير صعب. خلينا نعيد من أول وما تنسوا تعملوا سبسكرايب.